كيفاش تعمليو في لي زيبيزود كوتيديان. وعجبتني الفكره، شفت ليكول دو ميس تعلمنا حاجات ما نجموش نراوهم في حياتنا اليوميه، لو سافوار فيفر لو سافوار فير. هيك علاش نحب نخدم على روحي اكثر، نحب نتعلم نخرج بتجربه باهيه منها. جي فيو لانونس اول حاجه، فيني حاجه اللي انا كان عندي مشروع قاعده نخدم عليه، ما هو توا انا ما نجمش نطبقه خاطر هو كان على ولايه تونس، خاطر انا نسكن غادي، اللي هو اني نعمل دي كور دو كومونيكاسيون للصغار. الصغار اللي خاطر التو نتاع الفيولونس نتاعهم قاعد يطلع ياسر في المدارس، يضرب في بعضهم، هذا يدز هذا، هذا يصيح هذا، ذا شو هذاك كله سيتا مانك دو كومونيكاسيون اللي والديهم ما يخليهمش يحكي، ما يخليهمش يعبروا، ما يخليهش حتى شنو يلبس اللي يحب، يمشي معناها يقعد مع اللي يحب، لا ديما اقعد مع هذاك في المكتب، كل شيء مسلط عليه. دونك هو هذاك يخرجوا بطريقه خايبه. وانا جو كونسيدير اللي في تونس نوتر كريز سي اون كريز دو كومونيكاسيون، الرهيب اللي راه فيه واللي كل شيء سي اون كريز دو كومونيكاسيون، خاطر احنا ما نعرفوش نحكيو مع بعضنا. اذا كان كنا نعرف نحكيو مع بعضنا وكل واحد يقبل الاخر باختلافه، رانا ما وصلناش لهذا، ما للتطرف امبوسيبل توصل للتطرف وانت تعرف تحكي مع الاخر وتعرف تتعايش معاه. كل كور خرجت منه بتجربه. باغ اكزومبل الكور نتاع الكومونيكاسيون يعلمك كيفاش تنسى تخاك قدام الكاميرا، كيفاش تكون سبونتاني، كيفاش ما تخافش من الكاميرا، اون ديغي تحكي مع عبد عادي يعني قدامك. في الكور دو دانس تعلمنا كيفاش نتحرروا من البدن نتاعنا، كيفاش معناها تتحكم في بدنك زيدا، كيفاش تتحكم في الاسباس اللي داير فيك، برشا حاجات. في لو سافوار فيفر ولو سافوار فير افيك مدام عايده تعلمنا كيفاش نحافظوا على مظهرنا الخارجي، كيفاش نقعدوا كونفونابلومون، كيفاش نتكلموا. وماك تعرف المظهر الخارجي معناها هام ياسر في التعامل مع الناس، هو اللي يخلي الامبريسيون الاولانيه. صوت لي انا ما صوتش لوحده اخرى على خاطر انت تكون مقتنع بيا، تحسني انا نعرف نحكي معاك، نعرف نوصل صوتك، نعرف نمثل المرأة التونسية، نعرف نحل المشاكل افيك دي زاستوس صغار على الاخر، اللي هي تبسيمه اللي هي تحل برشا بيبان. خاطر زاد اللي انا من داخلي مقتنعه اللي الزين ولا اللي نراوح عنا احنا اللي هو نسميوه في هنا في المسابقه الجميل في خدمه الانسانيه، اللي الزين والجميل ينجم يداوي. القناعات اللي انا كلها يعني مقتنعه بها وحاملتها وحامله معها برشا احلام نحب نحققها، برشا مطالب نتاع برشا عباد نراها في عينيهم، يقولوا هيلي مرات مرات ما يقولوهاش. هذاك علاش روحي كفافل نجم مثل الطفله التونسيه، ما عنديش تخاك، نجم نحكي، نجم عبر على رايي، نفرض رايي زيدا ونجم نوصل كلمتي. صوتوا لي جو كونت سور فو على 85 ابعثوا ام تي 8. هذاك علاش زوكم تصوتوا لي على الام تي 11 على 85 102. دونك ابعثوا ام تي نمر الميس في اس ام اس على 85 102 باش تختار ملكة جمال تونس 2015. استنونا غدوة هالو قايد على visittunisia.net.